بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الإيمان بالقدر خيره وشره. وقفنا على هذا وقوله: الإيمان بالقدر خيره وشره. الإيمان التصديق الجازم بأن كل ما جاء الخبر به عن الله تبارك وتعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه حق وصدق لا شك ولا مرية فيه. ومن ذلك الإيمان بالقدر، والقدر يطلق على ما قدره الله جل وعلا وقضاه. والقدر قد يكون فيه خير محض، وقد يكون فيه خير وشر. فالإيمان بالقدر الإيمان بأن ما جرى في سنة الله وشرعه وما جرى أجراه على خلقه حق وصدق لا شك ولا مرية فيه. الإيمان بالقدر خيره وشره، قد يكون خيرا فيه خير وبركة، وقد يكون فيه شر كالمرض والفقر والحاجة. كل هذا بقضاء الله وقدره، لا خالق غير الله سبحانه وتعالى. وهذا وإن كان فيه شر بالنسبة للعبد فهو من قبل الله جل وعلا لا يخلو من خير. فالخير يكون في الشر أحيانا، مثل خلق إبليس. إبليس شر محض، لكن خلقه فيه خير ومصلحة للعباد. جرى الجهاد في سبيل الله من أجل خلق إبليس، جرى كل ما أراده الله جل وعلا لأهل الإيمان من أجل خلق إبليس، جرى كل ما قدره الله جل وعلا على أهل الشر من أجل خلق إبليس. فإبليس طاعه أناس فهلكوا بذلك، وعصاه أناس فسعدوا بذلك. فخلق إبليس فيه مصالح عظيمة، جرى به الحب في الله والبغض في الله، وجرى به اكتساب الخيرات، وجرى به فعل المنكرات بحكمة وقضاء لله جل وعلا، استحق الفاعل العقاب الأليم. فالقدر فيه خير وفيه شر، ولا يكون خيره إلا مستطيرا كثيرا، ويكون شره محدودا لمصلحة يعلمها الله جل وعلا. الإيمان بالقدر خيره وشره، هل فيما قدره الله شر؟ نعم، يكون فيه شر، لكن ليس شرا محضا، ليس هلاكا محضا، بل يكون فيه شر لأناس وخير لأناس على حسب الحكمة التي يريدها الله جل وعلا. نعم. وقوله: والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى.
كله من الله جل وعلا، الخير والشر والحلو والمر والصحة والعافية والمرض والفقر والغنى، كله من الله جل وعلا. فهو أفقر من شاء لحكمة وأغلى من شاء لحكمة، وقد يغني العبد في الدنيا وهو لا يحبه، وقد يفقره وهو يحبه سبحانه وتعالى. فمحبة الله جل وعلا وبغضه لا تتوقف على ما يعطي العبد سبحانه وتعالى. نعم. هذا الأصل السادس من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالقدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتؤمن بالقدر خيره وشره. الأصل السادس، لأن الأصول الستة هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. الإيمان بالقدر خيره وشره كله من الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا لا ينسب الشر إليه، لا، كما قال عليه الصلاة والسلام: الخير كله بيديك والشر ليس إليك. الشر لا ينسب إلى الله جل وعلا المحض، وإنما ينسب إلى الله فعل الخير والشر كله بإرادته سبحانه وتعالى. وقد يكون في الشر مصلحة وقد يكون فيه مضرة، فالمضرة ما أرادها الله جل وعلا إلا لمصلحة العباد. نعم. والطحاوي هنا رحمه الله قال: والقدر خيره وشره، والقدر خيره، ولم يقل وبالقدر بل عطف، والجملة كأنها مستأنفة، وتكون القدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. ولفظ القدر يطلق بمعنى التقدير، كما إذا قلنا القدر السابق والقدر العام والقدر الخاص، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، أي تقدير الله لمقادير الأشياء. أي أن الله جل وعلا قدر مقادير الأشياء العامة قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء، فقدر جل وعلا أن هذا يولد في كذا وهذا يموت في كذا، وقدر كل الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض بهذا العدد من السنين. وأن الله جل وعلا عالم بما كان وبما سيكون لو كان كيف يكون، فهو يعلم جل وعلا مقادير الخلائق، وما قدره جل وعلا يعلمه، ويعلم متى يولد هذا ومتى يموت، ومتى تفنى هذه الشجرة ومتى تنبت الشجرة الأخرى. فما في الكون شيء إلا وهو يعلمه سبحانه وتعالى. نعم. ويطلق القدر على الشيء المقدر، وهذا كثير في اللغة العربية، فالمصدر تارة يطلق ويراد به الفعل، ويطلق ويراد به المفعول، مثل كلمة الخلق، فالخلق يطلق القدر على الشيء المقدر. الشيء المقدر يعني إذا وجد شيء ما تقول هذا مقدر، قدره الله جل وعلا، هذا كتبه الله جل وعلا قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قدره الله،
هذا قدر الله، لا أحد يستطيع رد ما قضاه الله جل وعلا وقدره. قدر على الشيء المقدر الذي هو الموت أو الحياة، فإذا مات شخص بغرق أو حرق أو كذا أو كذا تقول هذا مات بقدر الله جل وعلا، قدر الله جل وعلا ذلك، لا تخفى عليه خافية، قدر الله جل وعلا. نعم. فالخلق يطلق ويراد به فعل الرب تعالى، ويطلق القدر، ويطلق القدر على الشيء المقدر، وهذا كثير في اللغة العربية، فالمصدر تارة يطلق ويراد به الفعل، ويطلق ويراد به المفعول، مثل كلمة الخلق. فالخلق يطلق ويراد به فعل الرب تعالى، فإن الله تعالى من صفته ومن فعله الخلق، فهو يخلق وهو الخلاق وهو الخالق. ويطلق على نفس المفعول فتقول هذا خلق الله، كما قال تعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، أي هذا هو المخلوق لله. كذلك القدر يطلق ويراد به المقدر، فإذا حدث الآن حادث للإنسان يقول هذا قدر، أي هذا مقدر قد قدره الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. قدر الله وما شاء فعل، أي أن ما قدره الله جل وعلا لا بد أن يقع، لا بد أن يقع، وعلى الإنسان أن يؤمن بالقضاء والقدر، ولا يلزمه الرضا بكل مقدر، ما يلزمه الرضا. قدر الله موت أبيك بهذه الصفة، ما يلزمك أن ترضى بهذا، لكن عليك أن تؤمن بأن هذا بقضاء وقدر، هذا بقضاء وقدر. فمثلا لو واحد تعدى على آخر وقتله، لنا موقفان، موقف بجانب ولي المقتول هذا، وجانب وموقف بجانب القاتل، فهل يلزمنا الرضا بفعل القاتل؟ لا. هل يلزم ولي المقتول أن يصبر ويحتسب؟ نعم، يرضى، عليه أن يرضى بذلك. نقول مثلا لولي المقتول احمد الله جل وعلا أن كان هذا القضاء والقدر في حق أبيك وحده، ولم يكن في حق أهل بيته كلهم، ولم يأخذهم جميعا على غفلة، وكذا وكذا، وعليك أن ترضى أخي ما قضاه الله وقدره، وتحتسب الثواب عند الله جل وعلا. ونقول للقاتل إنك لم تفعل إلا شيئا قدره الله، ونشكره على فعل ما قدره الله. لا، يلزمنا ألا نرضى بفعل القاتل، وأن نعاقبه ونستجيز أخذ العقوبة منه وأخذ الدية ونحو ذلك من الأمور. فلنا موقفان مع قضاء الله وقدره، إن كان القضاء محبوبا لدينا نحمد الله جل وعلا على ذلك، ونقول الحمد لله الذي من على فلان بالصحة، الحمد لله الذي أغنانا من واسع فضله، الحمد لله الذي أعطانا ما نحب، وهكذا. لكن إذا حصل المريض وحصل المصيبة وحصل القتل وحصل الموت، نقول الحمد لله على قضاء الله وقدره، ولا يلزمنا الرضا، ما نرضى بهذا. وإن كان الفعل فعل جناية آدمي فنعاقبه ونعاتبه ونأخذ الحق منه، وهكذا.
نعم. ومثل القدر القضاء فإنه يطلق ويراد به الحكم وهو فعل الرب تعالى، ويطلق ويراد به المقضي وهو ما قضاه الله وشاءه من المخلوقات. ولهذا يقول المسلمون فيما يحدث هذا قضاء وقدر، أي هذا أمر مقضي مقدر، أي هذا أمر حكم الله به وقدره سبحانه وتعالى، أي هذا أمر حكم الله به وقدره سبحانه وتعالى. وقوله والقدر خيره وشره، لا شك أن المقدرات المخلوقات فيها نؤمن بالقدر خيره وشره، ولا يلزمنا الرضا بالقدر خيره وشره، ما يلزمنا الرضا بالقدر، وإنما يلزم الرضا بما قدره الله جل وعلا، وأنه بتقدير الله جل وعلا. وقد يكون خيرا نحبه، وقد يكون شرا فلا نحبه. والقدر خيره وشره، والقدر خيره وشره، لا شك أن المقدرات والمقدرات المخلوقات، لا شك أن المقدرات المخلوقات فيها خير وشر وحلو ومر، فيها النعم والمصائب، فيها طيب وخبيث وحسن وقبيح. هذه المخلوقات فيها هذا التنويع، فإذا أريد بالقدر المقدر فهذا أمر ظاهر نؤمن به بأن كل الأشياء مقدرة مخلوقة لله، واقعة بقدره بقدرة الله ومشيئته، لا يخرج شيء منها عن ملك الله، فكل ما يجري في الوجود من خير وشر فهو بمشيئة الله وخلق لله، ومقدر بتقدير الله، وهو مقضي بحكم الله وقضائه. ما يجري في الكون كله قدره الله وقضاه، لكن منه ما نحبه ومنه ما لا نحبه، مثل ما يحصل من حكام سوريا على بلادهم من الشر والمصائب، نقول هذا قضاء وقدر قدره الله جل وعلا، لكن هل يجوز لنا الرضا بذلك؟ لا. هل نقول إن الله جل وعلا يرضى بهذا؟ لا. هل نقول إن هؤلاء خرجوا عن قدرة الله وأتوا بشيء لم يرده الله؟ لا، ما يجوز لنا، نقول هذا شيء قدره الله جل وعلا، وقدر هلاك هذا الرجل العالم على يد هذا الجاهل المستتيب المذنب الفاجر، قدر ذلك جل وعلا، كل هذا بقضاء وقدر، ولا يلزمنا الرضا بهذا، وإنما يلزمنا النيمان بأن كل ما يجري في الكون فإنه بقضاء الله وقدره، كل ما يجري في الكون بقضاء الله وقدره، لكن منه ما نحبه ومنه ما لا نحبه. ومثل القدر القضاء، إنه يطلق ويراد به الحكم. ومثل القدر القضاء فإنه يطلق ويراد به الحكم وهو فعل الرب تعالى، ويطلق ويراد به المقضي وهو ما قضاه الله وشاءه من المخلوقات. ولهذا يقول المسلمون فيما يحدث هذا قضاء وقدر، أي هذا أمر مقضي مقدر، أي هذا أمر حكم الله به وقدره سبحانه وتعالى. وقوله والقدر خيره وشره، لا شك أن المقدرات المخلوقات والقدر خيره وشره، أنه ذا كلام والقدر خيره وشره وحلوه ومره، ويجوز الإيمان بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. نعم. وقوله والقدر خيره وشره، لا شك أن المقدرات المخلوقات فيها خير وشر وحلو ومر، فيها النعم والمصائب، فيها طيب وخبيث وحسن وقبيح. هذه المخلوقات فيها هذا التنويع، فإذا أريد بالقدر المقدر فهذا أمر ظاهر نؤمن بأن كل الأشياء مقدرة مخلوقة لله، واقعة بقدر الله ومشيئته، لا يخرج شيء منها عن ملك الله، فكل ما يجري في الوجود من خير وشر فهو بمشيئة الله وخلق لله، ومقدر بتقدير الله،
وهو مقضي بحكم الله وقضائه وقوله وحلوه ومره، كأن هذا التعبير من قلت كذا، والقدر خير وشر، حلوه ومره مضمومة، ولهذا مقطوع عن الإضافة، مقطوع عن الإنسان، وحلوه ومره وقوله وحلوه ومره، كأن هذا التعبير من تنويع الكلام، لأن الأمور المقدرة منها ما هو حلو في حس وذوق الناس، في حس وذوق الناس كالنعم والأشياء المستطابة، والمر الأشياء الكريهة كالمصائب، لأن لها مرارة في النفوس، ويفسر الخير باللذات وأسبابها والشر بالآلام وأسبابها، لكن هناك لذات في نفسها لكنها أسباب لآلام طويلة، فتكون في ذاتها خيرا لكنها شر باعتبار ما تفضي إليه، فالمعاصي شر وإن استلذتها النفوس لأنها تفضي إلى أعظم الآلام، والطاعات في ذاتها خير ومآلها وإن اشتملت على بعض المشاق والكلف لكنها خير لأنها نفسها مصالح ومنافع عظيمة. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. والله تعالى اقتضت حكمته تنويع الخلق وخلق الأضداد في هذا الوجود، فخلق الخير والشر والنافع والضار والحسن والقبيح في الذوات والصفات والأفعال، فخلق النور والظلمات، وخلق الملائكة والشياطين، وخلق الصحة والمرض والحياة والموت. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن الأشياء المخلوقة فيها خير وشر، والله خالق الخير والشر. أما فعل الرب سبحانه حكمه وقضاؤه وتقديره فكله خير ليس فيه شر، والشر لا يضاف إلى الله اسما ولا صفة ولا فعلا، فالشر لا يكون في أسمائه فكلها حسنى، ولا في صفاته فكلها صفات كمال وحمد، ولا في أفعاله فكلها أفعال عدل وحكمة، وإنما يكون في مفعولاته أي مخلوقاته. مثل ما قدمنا في خلق إبليس، خلق إبليس يحمد الله جل وعلا عليه وفيه خير، لكنه ليس خيرا لإبليس ولا لمن يطيعه، خلق إبليس لحكمة يريدها الله جل وعلا، لولا خلق إبليس ما قام الحب في الله والبغض في الله، لولا خلق إبليس ما قام الجهاد في سبيل الله، لولا خلق إبليس ما حصل كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، كثيرا لا تحصل، لكن الله جل وعلا خلق إبليس لحكمة وأخزاه لحكمة وأضله لحكمة وجعله قائدا إلى النار من اطاعه واتبع هواه لحكمة يعلمها الله جل وعلا. نعم. وهذا ما فسر به قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، أنه تعالى لا يخلق شرا محضا، بل كل الشر الذي في المخلوقات شر نسبي ليس شرا محضا. وهذا يرجع إلى الإيمان بحكمته سبحانه وتعالى، وأنه حكيم ما خلق شيئا عبثا، لم يخلق شيئا إلا لمصالح وحكم، إلا لمصالح وحكم يعلمها سبحانه، وليس من شرط ذلك أن تكون عائدة للعبد، بل قد يكون فيها شر لبعض الناس وهو شر جزئي إضافي، أما شر كلي أو شر مطلق فالله تعالى منزه عنه. وكل ما خلقه الله إما أن يكون خيرا محضا، أو أن وجوده خير من عدمه باعتبار الحكمة العامة، فالله خلق هذه الأضداد لحكمة بالغة، ومن حكمه تعالى في خلقه الابتلاء، قال تعالى: خلق الموت والحياة ليبلوكم، وقال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والشر الذي في المخلوقات لا يضاف إلى الله مفردا أبدا، بل إما يدخل في عموم المخلوقات كقوله تعالى: قل كل من عند الله، وكقوله: الله خالق كل شيء، يعني الخير والشر.
وإما بصيغة البناء للمفعول كقوله تعالى عن الجن وأنا لا ندري أشر أريد ممن في الأرض، وأما أن يضاف وإما أن يضاف إلى خلقه سبحانه كقوله تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. هذه الوجوه التي يعبر بها في إضافة الشر المخلوق. وعلى هذا فلا ينبغي أن تقول الله خالق الشر، لكن قل الله خالق كل شيء، وهذا معنى التعبير بالعبور. أدبا ومعرفة لحق الله تعالى لا نقول الله خالق الشر، فهو خالق الشر والخير، لكن ما يجوز لنا أن ننسب الشر إلى الله جل وعلا، لأن بالنسبة لخلقه سبحانه لحكمة خلق الشر الذي هو شر بالنسبة لبعض العباد، خلقه لحكمة من الله جل وعلا يدخل بها أناسا الجنة ويدخل بها أناسا النار، وكلهم عملوا حسب ما أراده الله جل وعلا وقضاه، وقد يحبه سبحانه وقد لا يحبه، فهو لا يحب من العبد أن يكفر، والعبد كافر، والله لا يحب من العبد أن يكفر، وما كفر العبد إلا بقضاء الله وقدره، ما خرج عن إرادة الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا قد يريد شيئا لا يحبه، وقد يحب شيئا لا يريده ولا يكون، لكنه ما وجد في الكون شيء إلا وأراده الله. لكن هل كل ما وجد في الكون يحبه الله؟ لا، ما ندري. ما وجد في الكون شيء إلا والله يريده، ما خرج عن إرادة الله. لكن هل كل ما في الكون يحبه الله؟ لا. هل وجد الكفر من الكافر بإرادة الله؟ نعم. هل وجد الكفر من الكافر بمحبة الله جل وعلا؟ لا لا. وهذا يعرف واضحا بباب المحبة والإرادة، صفة المحبة والإرادة. فالله جل وعلا يريد شيئا لا يحبه، ويحب شيئا لا يريده، ويريد شيئا يحبه فيكون كما كان. وهكذا أيها الإخوة بارك الله فيكم، ناقشوا هذه المسائل فيما بينكم، وما صعب عليكم ارجعوا إلى من هو أعلم منكم بذلك. المقتول ظلما، المقتول ظلما، هل أراده الله جل وعلا؟ نعم بلا شك. هل أحبه الله جل وعلا؟ لا. يؤخذ من هذا الفرق بين المحبة والإرادة. إيمان المؤمن هل أحبه الله جل وعلا؟ نعم. وهل أراده الله جل وعلا؟ نعم. كفر الكافر هل أحبه الله جل وعلا؟ لا. وهل أراده الله جل وعلا؟ نعم نعم، لأن الإرادة تختلف عن المحبة. ما يوجد في الكون إلا شيء أراده الله جل وعلا. فما يجري من هؤلاء الحكام الطغاة يجري بإرادة الله جل وعلا، ما أراده الله كان وما لم يرده لم يكن. لكن هل يحب الله جل وعلا هذا الفعل منهم؟ لا. والشر الذي في المخلوقات لا يضاف إلى الله مفردا أبدا، بل إما يدخل، لا يضاف إلى الله سبحانه مفردا مفردا، لا يقال هذا فعل الله هذا فعل الله، وإنما يقال إن الله أراده وقضاه لحكمة. بل إما يدخل في عموم المخلوقات كقوله تعالى
قل كل من عند الله، وكقوله الله خالق كل شيء يعني الخير والشر، وإما بصيغة البناء للمفعول كقوله تعالى عن الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، وإما شر أريد بمن في الأرض، ما قالوا أنا لا ندري هذا شر من الله، ما يجوز أن ينسب الشر إلى الله، شر أريد بمن في الأرض للبناء للمجهول، ما يدرى من أراد الله متى أراد الله جل وعلا هذا الشر، فينسب الشر إلى الخالق إذا كان مبني للمجهول، ولا ينسب إلى الله جل وعلا وهو الخالق سبحانه وتعالى. وإما أن يضاف إلى خلقه سبحانه كقوله تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر كل ما خلقه الله جل وعلا. هذه الوجوه التي يعبر بها في إضافة الشر المخلوق، وعلى هذا فلا ينبغي أن تقول الله خالق الشر، لكن قل الله خالق كل شيء، وهذا معنى التعبير بالعموم، وقل فلان أريد به السوء، ولا تقول أراد الله به، ولا تقل أراد الله به. وكذلك إذا أردت أن تخبر عن خلق الله للمخلوقات قل الله خالق كل شيء، الله خالق السماوات والأرض ومن فيهن، ولا تقل الله خالق الحشرات وخالق الكلاب، أو الله رب الكلاب هذا منكر، بل قل رب السماوات والأرض رب كل شيء هذا الذي فيه التعظيم، كما تمدح سبحانه تعالى بذلك رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. وهكذا في النفع والضر، فلا تقل الله هو الضار، بل قل الله هو النافع الضار، وهذا من جنس الأول في التعبير بالعموم. ومن هذا ما ذكر الله من قول إبراهيم عليه السلام فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين، ولم يقل وإذا أمرضني شفاني، وهذا من الأدب في الإخبار عن الله سبحانه وتعالى. ومما يتعلق بهذا الجمع بين آيتي، يكفي. المؤلف رحمه الله استطرد في هذا لتمام الإيضاح وليزول الشك والريب الذي يتعلق به بعض العباد، فهو جل وعلا هو الخالق المصرف في الكون سبحانه وتعالى، وما يوجد في الكون شيء إلا بإرادة الله وقضائه، لكن من المراد شيء محبوب لله جل وعلا وهو الطاعة، ومن المراد ما هو غير محبوب لله جل وعلا وهو المعصية. فيقال هل كل ما أراده الله جل وعلا يحبه؟ لا. هل كل ما وجد في الكون يحبه الله؟ لا. هل كل ما وجد في الكون أراده الله؟ نعم. فرق بين الإرادة والمحبة. تأملوا هذا، والمؤلف رحمه الله بينه ووضحه وجلى الشيء فيه بحيث لا يشكل على طالب علم إن شاء الله.